المشاعر والكف الأخضر. هنا أستضيف مدرب فريق المشاعر المدرب أنور الحاج. مدرب أنور، نقول لك ألف مبروك لحصولكم على 3 نقاط في الدقائق الأخيرة. مباراة كان رتمها جدا عالي. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء الحمد لله على الفوز وأشكر اللعيبة على اللي قدموه. الصراحة رجعوا بشخصية أبطال الصراحة، يعني ردة فعلهم هي اللي مرة عجبتنا الصراحة. يعني إحنا كنا متأخرين الشوط الأول تمام، فأعطيناهم التعليمات اللي هي كيف، ما شاء الله تبارك الله عليهم، طبقوا التكتيك من أحسن ما يكون، والحمد لله. هي الكرة دائما زي كذا، أنت تعطيها هي تعطيك، كل ما أعطيتها كل ما أعطيتك إن شاء الله، والحمد لله. يعني تقدر تقول تقريبا الآن أوريدي كل حارة لها طريقتها في التشجيع ولها تعاملها مع الكرة، فتقدر تقول يعني هذا الشيء اللي حمس المباراة كثير ما شاء الله، حتى الجمهور تفاعل كثير، والحمد لله نفوز في النهاية الحمد لله على كل حال. أولا كابتن نقول لكم ألف مبروك لحصولكم على 3 نقاط بمباراة مثيرة. أول شيء الكف الأخضر تقدم عليكم بهدف وعادلته، وبعدين تقدمته وعادلوكم ورجعتوا تقدمتوا مرة ثانية. أول شيء بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله المباراة هي كانت مرة مشدودة، ومن رغم الديربي وقرب المسافات بين الحارة زي كذا، أما المباراة كانت مرة مثيرة، وما شاء الله بعد الشوط الأول لعبنا بتكتيك عالي، رتم عالي، والحمد لله تعادلنا وتقدمنا، وبعد كذا أعصاب وشحن اللعيبة داخل الملعب وتعادلوا. لا أنت عارف فريقي ما شاء الله، يعني عناصر جيدة وأنا واثق منهم وأنا حمستهم، والحمد لله تقدمنا. أولاً أستاذ إسحاق نقول لكم هارد لك خسارتكم المباراة، رغم إنه المباراة من بدايتها كانت في يدكم، لكن وجاكم ركلة جزاء كذلك، ما تحفظتوا بهدف التعادل وتقدموا عليكم في الدقائق الأخيرة. عموما بداية الله يعطيك العافية. والله المباراة بقول لك هي كانت زي ما ذكرت أنت، كانت في البداية كانت في يدنا، تقدمنا بهدف، مشينا كويسين، في بعض الأخطاء من الفريق عندنا، وأنت ممكن شاهدت المباراة اللي انتهى الشوط الأول كنا متقدمين، نهاية المباراة بدأت الأخطاء تبين من طرف الآخر، ليس الفريق لكن التحكيم. أنت شاهدت يمكن تقريبا كورتين اتكررت، عيال برضه بيجي يحتج عليها، كورة واحدة بتكلم عليها كل مين شافها. لاعب اللي يعتبر شارك اللي شقح في الكرة راح لاعب لا قدامه، كيف يصل؟ هذا يعتبر شارك، شقح كرة جات فيه شارك هذا. يعني انت خسارتك اليوم بسبب التحكيم. تحكيم ولا يتحكم الصحة اللاين ثلاثة سلولات ما احسبها والله العظيم. ها وانتم مشاهدين، انتم هنا واقفين 3 سلولات. طيب نقول هل حترمرموا جراحكم وتعودوا ان شاء الله بقوه؟ ان شاء الله. احنا قيد احنا ممكن مو المباراه هذه قيد، احنا في الاساس بنعدل الفريق، في الاساس انه احنا شغالين فريق جديد بتنتج زي ما انت شايف، ما في تقريبا اللي هم القدام مصطفى مختار وانور، كل الفريق فريق مجدد، وان شاء الله احنا شغالين ان شاء الله لقدام ان شاء الله، والى المباراه الجايه ان شاء الله تلاقي فريق برلين ان شاء الله فريق كويس. لو في اخطاء عندنا في ما قلنا شيء، لكن احنا يمكن زان الاشكال في التحكيم حقيقه، لكن بالتاكيد بيدنا حتى يمكن اخر هذا مثل زي ما انت شايف من اشكال عدمي للعيال، لكن ان شاء الله الجيال ويعطيكم العافيه ابو الله يسلمك يا رب. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اللي حصل اللي بين المباراة إن حاولنا أتقدمنا أول شيء بداية المباراة وغلطات تحكيمية صارت لنا، وحاولنا عاد نتقدم مرة ثانية وحاولنا تقدمنا، أول نقول إن جبنا التعادل، عادلنا النتيجة بس غلطات تحكيمية اللي خسرتنا المباراة. يعني أنت سلفا عن رئيس الفريق، أنت كمان بتقول غلطات تحكيمية، يعني مو أخطاء دفاعية؟ أخطاء دفاعية هذه بتصير في الكورة شيء طبيعي، بس التحكيم يعني أكثر حاجة اللي ضرنا في المباراة هذه التحكيم.